عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي هي غتكون حلقة How to Play. اليوم حلقة فرنسوية من عند الأخ رشيد. طب لي أغنية فرنسوية اللي هي On écrit sur les murs اللي غنوها هذوك الدراري الصغار في 2015 وقيلة. غير باش ندير لك فراسك أبا رشيد، هاد الأغنية راه ماشي ديال هادوك الدراري الصغار، بل هي أغنية قديمة 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 ديال ديمي روسو. هاد ديمي روسو كان مات شحال هادي، هو أصله من لاغريس وتزاد في ليجيبت مصر. دونك اليوم حنا غادي نلعبوها وغادي نوريكم كيفاش كتلعب، ولكن قبل من هادشي كامل بغيت نضيف لكم واحد الفيلم. عندي بزاف ديال الناس كيطلبوني كيفاش نقدروا نجيو نديروا عندك لي كور دو بيانو، يعني بغاو يتعلموا بيانو فاس فاس معايا. القضية ديال لي كور وهو انا مانستالي حاليا في مراكش. الناس تاع مراكش الا كانوا بغاو يجيو افيك بليزير، سينو الناس اللي بعاد على مراكش يعني ستات الرباط سلا كازا اي بلاصه غادي يجيو بار اكزومبل واحد النهار او يومين ولا ثلاث ايام لمراكش، نقدر نعطيهم ديكور اللي كنسميوه ورك شوب. يعني كنعطيك داك لي كور اللي غادي تشدهم نتايا وتعلم ليهم عام، كنعطيهم لك انا في نهار يومين او ثلاث ايام على حسب الوقت اللي عندك تقدر تجلس فيه انت في مراكش. واي واحد بغى هاد الطلب هذا يمكن لكم تصيفطوا ليا ايميل اولا تمشيو ديريكتومون للانستغرام ديالي اولا الفيسبوك. انستغرام فيسبوك بجوجهم رضا سداد. ما عليناش دابا غادي نمشيو للانترو، يلاه معانا التيتسويتس. On écrit sur les murs. باراشيد اليوم غادي تعلم ليها. اوكي هاد الاغنيه هادي نورمالمون ملعوبه لوريجينال في سي بيمول. اوكي هي غادي نلعبها لكم في اللاق حيت سافا اتر كومبليكي، غتكون واحد شويه صعيبه بالنسبه للي بيانيست اللي يلاه بداو وهما ديجا داروها في سي بيمول مينور على قبل لا فواغ ديال الدراري الصغار. دونك كتسمى هبطناها بان دو بيتون في لا مينور. هاد الاغنيه كتبدا في الاوكتاف التحتاني، ما كيكون لا موسيقى لا والو، كيكون غير بيانو والغنى. دونك اشنو كيديروا؟ كيديروا لا مينور و سول و لا مينور هاد البوزيسيون. كيديروها مرة واحدة، مرة تانية كيديروه دو وكيمشيو للصول عاوتاني ودو. في الأول دارو لا مينور صول لا مينور، تانية دو صول دو. الوغ سمعوها معايا. هنا فين غادي يمشيو اوديكي، هنا شنو كنديرو؟ كنجيو للفا ولا باس كتلعب لا. وكنمشيو للصول
ولا باس كتلعب سي يعني لا لعبات لا تيغس تعرفا لا باس لعبات لا تيغس وفاش مشاو للسول لا باس لعبات سي هي لا تيغس ديال السول Après qu'elle me chie au mi mineur. Au la mineur. Après. Fa. Et sol. Au la mineur. Hada wa l'intro. Sem'u ma'aya kamel. Ou ghenniu fraskoum. هنا كيدخل واحد بريدج باراران نيرارانان اشنو فيها كنمشيو لهنا ما كنبقاوش لاعبين هنا مع البراش كنمشيو كنطلعوا مع الرجال فا سول فا فيها غير ميزور فا سول مي بيدر لا دونك فا سول بي بيدر لا بيدر كديرها غير مره وحده سمعوا معايا با 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 ابخي كديرو دو بلاس مي بيدر كنبدلو غير الدو او ليو مي دارو الدو وهي راه هي هي ماجر سات هاي البي بي بي دار الوغ با 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 را با 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 را با با را بي با كديروها جوج خطرات با 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 را با با مرة تانية ما كنمشيوش للطو كنمشيو للري مينور ولكن كاين واحد لاربيتش اللي غادي نوريه ليك باراشيت توت سويت كاين هو الري مينور البي مينور والفا ماجور سات ولكن من الأحسن تدير لها بحال هكذا هادي في بلاصة الري مينور نين غنبغي نمشيو للمي مينور غادي نخليو غير هادو الوغ الفا كنعاودو نديرو هاديك اللعيبة عاوتاني بحال الأولى الفا ماجور سات باش يعاودو اريكي من الاول الوغ لاحظ معايا هادي اريكي كتعود هادشي كله ومن بعد كاينه واحد الوقفه اللي كتديرها فحال الانترو يعني كتهبط عاوتاني للبراش لاباس كتلعب الا بغيتي تلعب لاباس كتلعبها بحال هكذا هي لاباس هنا كتلعب الاوكتاف
وغادا دونك غادي نعاودها لكم كلها من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تغنيو في دماغكم. بيان سير ابا رشيد، القضيه سهله اكثريه منين يكون عندكم شي كلافي ارونجور. اللي بغى يعرف شنو هو كلافي ارونجور يشوف هذا الفيديو، هذا راه حاط فيه شنو هو البيانو ارونجور، بيانو اكوستيك، سانتي، بيانو الكتريك، يمشي يشوفو. دونك ملي كيكون عندك ان كلافي ارونجور كتقدر تلعب مع راسك هنا لي زاكومبانيمون، وهنايا لا باتري غادا، وكتلعب مع راسك الميلودي اولا داكشي اللي بغيتي. فوالا دونك كنتمنى ماشي غير رشيد بوحدو اللي استفد معنا اليوم، بل الجميع. وفي هذه اللحظه كنسلم عليكم ونقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله.